لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتأيد بنظام غذائي معين بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجك <applause> <applause> دايجستيف اوريجينال تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحراريه المعلومات الغذائية في دايجستيف اوريجينال ل 100 جرام السعرات الحرارية 467 سعرة حراري بروتين 7 جرام كربوهيدرات 58 جرام دهون 23 جرام المعلومات الغذائية في دايجستيف اوريجينال للجرام الواحد السعرات الحرارية 4.7 سعرة 10 حراري بروتين 7 من 100 جرام كربوهيدرات 58 من 100 جرام دهون 23 من 100 جرام المعلومات الغذائيه في دايجست في اوريجينال لبسكوته بوزن 8 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحراريه 37 سعر حراري بروتين 56 من 100 جرام كربوهيدرات 4.6 من جرام دهون 1.8 من جرام المعلومات الغذائيه في دايجست في أوروجينال 2 قطعة بسكوت بوزن 16 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية 74 سعر حراري بروتين 1.1 واحد واحد من عشرة جرام كربوهادريت 9.3 من عشرة جرام دهون 3.7 من عشرة جرام المعلومات الغذائية في دايجست فروجينال الأربع قطع بسكوت أي العبوة كلها بوزن واحد وتلاتين جرام زي ما شوفنا بالفيديو السابق السعرات الحرارية مية أربعة وأربعين سعر حراري بروتين اتنين واتنين من عشرة جرام كربوهيدرات سبعتاشر وتسعة من عشرة جرام دهون سبعة واحد من عشرة جرام واتمنى ان يكون الفيديو قدم لكم معلومات قيمه عن السعرات الحراريه في دايجستيف أورجينا ولو حتى حابب يعرف سعرات لاي اطعمه يا ريت في التعليقات وشكرا لكم على المشاهده وما تنسوش الاشتراك في القناه للحصول على المزيد من المحتوى المفيد حول الصحه والتغذيه وانتظرونا وقيم غذائيه جديده